عباد مصطفى، بائع متجول، تنسكن في مدينة خريبكة، عندي خمسة الأولاد، تنعاني واحد السيدة تتبيع الكارو والنيبرو، تيجيو عندها صحاب الحشيش، كاين العيالات تيجيو عندها تما، واحد الوحدة كانت تما تجيب العيالات، ما تنعسوش لا ليل لا نهار، قدمت شكايات بزاف، والو ما دار معايا حتى شي حل. مشيت للرباط حتى لك طواح السيد وسميتو باقي ما شدوش، وهو تيصيفط درك الصحاب هاد الناس اللي شاكي بيهم، تيبرزطوني في الليل، تيهدوني بحال يامس ملي مشيت عند العميد، مشى عندهم من ورايا، مشيت للمحكمه بداو يتهدوا لي على الدراري، عاد بنت اختي اتصلت بيا قلت لي ما كاين والو، وين ما نخليهمش يضيعوا مني. ايوب آية هذا هو اللي كاين، ما سايرتش الوقت بها هي والعصبه ديالها، هذا هو اللي كاين الطلب ديالي، هو يفكوني من هاد المجرمه ومن العصابه اللي تتساندها. رساله سيدنا الله ينصره، الحمد لله جعله الله دخل لهاد البلاد، تحمي الناس المستضعفين مثلي، هذا هو الطلب ديالي، احميني من النار، راني غادي نضيعوا بلادي، جوج ضاعوا، باقي واحد ثلاثه اخرين، جوج راه الحمد لله غادي متفوقين في الدراسه، ولكن ما تينعسوش الليل، تنعطيهم دروس ولكن ما كاين والو، بنهار ما تيكينش التركيز، هذا هو اللي عطى الله، تنطلب من سيدنا الله ينصرو وينصر العائله الملكيه ويطول من الله عمره ويحفظ مولاي الحسن وولي عهد مولاي رشيد وجميع الأسرة الملكية، والحمد لله.